أحد بيقول ما هو الفرق بين حلول الروح القدس على السيدة العذراء في البشارة بالميلاد وحلول الروح القدس على السيد المسيح في المعمودية وعلى التلاميذ في يوم الخمسين هل حلول أقنومي في الثلاث حالات؟ حلول الروح القدس على الناس عموما هو حلول نعمة، نعمة الروح القدس تكون معانا. لكن الحلول الأقنومي حل على السيدة العذراء في البشارة لسببين، لكي يكون جنينا في داخلها بدون زرع بشر، ودي تحتاج للأقنوم، وأيضا لكي يطهر مستودعها حتى إن المولود منها لا يرث الخطية الأصلية. ده على السيدة العذراء، ولكنه كان حلولا مؤقتا، يعني خلال فترة الحمل. بعد كده السيدة العذراء قالت حتى في مقابلة اليسابات، قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، يعني هي ايضا تحتاج الى هذا الخلاص. دي في لوقا 2. اما عن السيد المسيح فالحلول بالنسبة اليه على نوعين، نوع انه ممسوح للخدمة كما ورد في سفر اشعياء النبي، روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اخره. ده اللي حدث في يوم الاماك. لكن هناك علاقة بين المسيح وبين الروح القدس منذ الأزل، العلاقة الأقنومية، لأن الآب والابن والروح القدس الثلاثة قنين موجودة منذ الأزل وثابتة في بعضهم البعض منذ الأزل. ولذلك نجد في سفر اللاويين إصحاح 2 في تقدمة الدقيق، وتقدمة الدقيق ترمز إلى تجسد السيد المسيح وليس إلى صلبه، لأنها خالية من الدم تقدمة الدقيق. يقول في تقدمة الدقيق اللي هي ترمز لتجسد المسيح تكون ملتوتة بزيت ومدهونة أو ممسوحة بزيت. الزيت يرمز للروح القدس، ملتوتة بالزيت يعني المسيح ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل، ممسوحة بالزيت انه مسح للخدمة في فترة تجسده. دي غير دي. اما عن الرسل فكان حلول نعمة عليهم اللي هو اعطاهم موهبة الألسن والقوة على التأشير والشجاعة، وليس حلولا أقنوميا.